الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة نخصصه للحديث عن الوسوسة، ونتحدث عن عدو لدود أقسم بالله بالأيمان المغلظة على أنه ينتقم من آدم وحواء وينتقم من كل أبناء وحواء. أقسم على أنه يجعل حياة الناس عذابا وآلاما وخصاما وشجارا وعداوة وبغضاء. مرض الوسوسة، هذه الحالة النفسية التي تصيب الكثير من الناس، تصيب حتى المثقفين وحتى رجالات الأعمال ورجالات السلطة، وتصيب حتى العلماء والفقهاء، وتصيب عامة الناس. الوسوسة هي شعور غريب يلقيه الشيطان بقلب الإنسان، يجعله ترد عليه أحاديث وأفكار سيئة تأتي على هيئة الصور يتخيلها، والذي يقوم بهذا الأمور هو الوسواس الخناس الذي أمرنا الله تعالى أن نتعود منه، إنه إبليس. هذا المخلوق خلقه الله تعالى وأعطاه قدرة على أنه ينفد للأفكار، ينفد للمشاعر. كم من مشاكل اجتماعية اليوم، حالات طلاق بين زوج وزوجة سببها تسرب إليهم إبليس بالوسوسة. كم من مقاولة اقتصادية الآن هي على وجه الإفلاس، وقد تسرب إبليس بين رب العمل وبين العمال لكي يخلط الأوراق ولكي يشعل فتيل الفتنة بينهم. كم من أصدقاء وكم من جيران وكم من تجمع إنساني كان بريئا نفد إليه إبليس واستطاع أن يثير العداوة والبغضاء. بل هناك فرقاء سياسيون وفرقاء نقابيون وحزبيون وغير ذلك بسرعة ينفد إليهم إبليس ويأتيهم بالوسوسة ويأتيهم بالأفكار السيئة ويأتيهم بحالات الانفعال والغضب، وسرعان ما يتشاجرون ويتلاكمون ويصلون إلى خط مسدود. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نتعرف عن هذا العدو الذي يدخل إلى حياتنا ويدخل إلى أسرنا ويدخل إلى مجتمعنا ويدخل إلى نفسنا أصلا لكي يخلق لنا أزمات كثيرة. ثقوا بي أيها الأحبة الكرام، متى تعرفنا عن هذا العدو ومتى أدركنا السبل لكي نحتمي منه، معظم المشاكل التي نعاني منها سوف تزول من تلقاء نفسها، لأن معظم المشاكل اللي عندنا في المجتمع وفي الأسرة وفي النفس البشرية هي مشاكل مفتعلة مختلقة من هذا المخلوق الذي سماه الله تعالى إبليس وسماه الوسواس الخناس. هذا المخلوق أول من وسوس، وسوس لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء عليهما السلام. كان زوجين سعيدين يرفلان في حياة المودة والرحمة في بداية مشوارهم الزوجي، يعيشان في الجنة، وبدأ إبليس يسعى لكي يوسوس لهما، أغراهما للأكل من الشجرة التي حرمها الله تعالى، ودلاهما بغرور وأقسم بالله أنه من الصادقين، وخطوة خطوة خطوة استطاع أن يوقع بآدم وحواء في غضب الله. قال سبحانه وتعالى: فوسوس لهما الشيطان
ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وسوس لهما الشيطان ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا لأن الله أراد أن تكونا ملكين أو من الخالدين ودلاهما بغرور وقاسمهما بالله إني لكما من الصادقين وبقوا معاه حتى وسوس لهم وقنعهم فوقعوا في المحظور وطرد من الجنة وهبط إلى الأرض. إبليس أقسم بأنه سوف يكيد لكل أبناء آدم وحواء يكيد لهم بالوسوسة بالإغراق لكي يقع في الخطأ والضلال. وأقسم ماذا قال؟ قال لله رب العالمين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس أقسم أنه سوف يقعد لنا جميعا الصراط المستقيم حتى يعذبنا. ما هي أنواع الوسوسة التي يدخل بها إبليس في حياتنا؟ أول وسوسة تدخل في العقيدة والإيمان، وهذا كيكون عند الشباب في سن المراهقة. دابا الآن شباب في الثانويات الكثير منهم اللي كيمشي للشيشة أو اللي كيمشي للتدخين أو اللي كيمشي يشاطي مع الفتيات بغي ينسى. علاش؟ حتى عنده واحد العقدة في نفسه ديال الشك والإيمان. كيبدأ في الأول إبليس بالشباب في سن المراهقة، لهذا وزارة التربية والتعليم فطنت بأنه ينبغي أن ندرس الشباب في هذا السن ديال الثانوي مادة التربية الإسلامية ومادة الفلسفة باش نقيم لهم الأفكار. هذه أول خطوة يبدأ بها إبليس، يبدأ بالشباب وكيمشي حتى للمراهقين الكبار اللي عنده 40 عام 50 عام وكتدخل له الوسوسة في راسه ديال العقيدة والإيمان. قال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، من خلق كذا وكذا، حتى يقول له ومن خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يبقى يقول لك قانون السببية وقانون العلية، شكون اللي خلق هذا؟ شكون اللي صوب هذه؟ شكون اللي صنع هذه؟ حتى كيوصل إلى الخالق يقول لك الله تعالى شكون اللي خلقه؟ هنا كيوقع الوسوسة في العقيدة والإيمان. وهذه القضية وقعت حتى الصحابة رضي الله عنهم. مرة جاء واحد الصحابي إلى رسول الله من الشباب قال لي يا رسول الله إني أجد في نفسي الحديث لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم فيه. قال لي شي حديث كيدخل لي بالي، شي خيالات وشي أفكار وشي واردات ما قدرش نخبر بها، الشك في الله، الشك في القرآن، الشك في النبوة، الشك في كل شيء. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي ذلك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ذاك اللي عنده الإيمان القوي هو اللي كيجي عنده إبليس كيوسوس ليه، أما اللي عنده إيمان ضعيف فهذا كيمشي لي من جهة أخرى، كيمشي لي للمحرمات وكيزين ليه المنهيات. أما اللي عنده إيمان قوي يدخل ليه القضايا الفكرية الكبرى. كمثال مرة واحد العالم وعابد كانوا متحابين في الله وغادي في طريق الله تعالى مستقيمين، جاءوا بعض الشياطين ويقولوا لإبليس هاد جوج الناس بغينا نفرقوا بيناتهم ما قدرناش، هاد العالم مع هاد العابد لا نقدر أن نفرق بينهما. قال لهم إبليس أنا قادر، أنا عندي حيل ما نفرق بيناتهم. قال لي كيف ذلك؟ جلس إبليس بطريق العابد، ملي تمشي في الطريق ديالو بان ليه كان شيخ كبير. إبليس لبس لباس ديال واحد الشيخ كبير وقور بين عينيه أثر السجود، ويقول للعابد قال لي يا سيدي لقد حاك في صدري شيء أحببت أن أسألك عنه، شي حاجة درتني في راسي وبغيت نسول شي حد، وبنت دي رجل عابد ذاكر بغيت نسولك. مسكين العابد بالفرحة وبالنية قال لي تفضل سل ما بدا لك، إن يكن عندي علم أخبرتك عنه. ويقول لي إبليس هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض والجبال والشجر والماء في بيضة واحدة من غير أن يزيد في البيضة شيئا ومن غير أن ينقص من هذا شيئا؟ سؤال
بيجي. هذا سؤال فيه واحد مجموعة ديال الخبث. هل يستطيع الله تعالى أن يجعل السماوات والأراضين والجبال والشجر والماء في بيضة واحدة من غير أن يزيد في البيضة شيئا ومن غير أن ينقص من هذا شيئا؟ فالعبيد مسكين قاه يقول لك المتعجب وكيف ذلك، فبقى يقول ممكنش، واش يمكن؟ ممكنش. ودخل لي الشك في راسه، ويقول إبليس للشياطين أما هذا فقد أهلكته، جعلته شاكا في الله. دخل لي غير فكرة فيها الشك وخلاه مضارب مع راسه. قالوا لي هذا العابد شككتيه، ولكن العالم يعني بنا غمشي تهو عند العالم، جاء عند العالم ودنا منه. وإبليس في صورة شيخ ورع بين عينيه أثر السجود، قال لي هذا لقد حاك في صدري شيء أحببت أن أسألك عنه. قال لي قل لي. قال لها هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأراضين والجبال والشجر والماء في بيضة واحدة من غير أن يزيد في البيضة شيئا ومن غير أن ينقص منها شيئا من هذا شيئا؟ فقال العالم نعم. قال له بتأكيد الله تعالى قادر. قال لي ممكنش، من غير أن يزيد في هذا شيئا ومن غير أن ينقص من هذا شيئا؟ قال العالم نعم إنه يقدر. قال لي كيف يقدر؟ قال لي لأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا إبليس ويقف، فقال لأصحابه من قبل هذا أوتيتم، من قبل هذا أوتيتم، يعني اللي عنده علم باليقين إبليس ما كيدي منه والو. ربنا عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إبليس في عصرنا هذا كيمشي عند بعض الناس اللي عندهم ثقافة واسعة في العلوم كلها، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في الاقتصاد، في العلوم السياسية، في الطيران، في أجواء الطقس والحرارة والبرود، في كل شيء، لكن عندهم علم بسيط في جانب التدين. فيأتي إليهم ويدخل إليهم من هذه الأفكار، وكيخلي الشباب وكبار السن عندهم واحد نوع من الصراع النفسي والفكري، وكيتعذبوا. مجتمعنا فيه كثير من المعذبين والمعذبات، هذا سببهم، من قبل هذا أوتيتم. وما زال غادي يوقع، لأنه وقع في الحديث النبوي الشريف بأنه في آخر الزمان غيكتروا مجموعة ديال المصادر ومجموعة ديال القنوات ومجموعة ديال المنافذ اللي غادي تكون خدمتهم هي أنهم يثيرون البلبلة والشكوك والريب في نفوس الناس في الأديان والعقائد. روي في الحديث أنه في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج في آخر الزمان فتقرأ على الناس قرآنا. هذا حديث ذكر في مقدمة صحيح مسلم، أنه في آخر الزمان مازال واحد الشياطين ما عرفناهاش، باقي احنا مازال ما عرفناهاش. ملي كيتطور العلم ديال البشرية وكتطور الحياة التكنولوجية كيتطوروا شياطين، واحد المجموعة مسجونة في البحر، يقال في مثلث برمودا الآن اللي هو من الأسرار اللي كاين في عجائب الدنيا السبع. في مثلث برمودا هناك شياطين مسجونة، من أوثقها؟ سيدنا سليمان النبي اللي أعطى الله القوة في التحكم في هذه المخلوقات. قال يوشك أن تخرج في آخر الزمان فتقرأ على الناس قرآنا، يعني غادي يجيبوا كلام آخر جديد وغادي يقول لك هذا هو القرآن والناس غيتبعوهم. هذا النوع الأول ديال الوسوسة اللي كيعانوا منه الكثير منا، كتجيك مرة أفكار مثل هذه وكيوقع لك واحد النوع من الخلل. كنذكر السنة الماضية كنا في الديار المقدسة أدينا أغاهما للأكل من الشجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي جل بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه، والصلاة والسلام وسلامه. الوسواس هم الذكر، وخصوصا الشباب ديالنا والشابات، نتلقوا كلمات هاتفية خرج البرنامج بالنهار نظموها للشباب صغار 14 عام 16 عام 20 سنة 30 سنة، شغلهم الشاغل معظم الأراضي اللي عندهم هذه الوسواس ديال الأكار اللي ما قدروش يرتبوا بها الأرق ديالهم. هذا النوع الأول للوسواس. النوع الثاني ديال الوسواس
اللي يدخل عندنا وكيبقى يوصل لنا الفقر بالبؤس والشقاء يقول لك كفرتي والله عمرك ما غفرها، يقول لك الخطر جاك في الطريق، يقول لك هاتي كري هنا تحل، يقول لك بان غدا هاد المرة ما غاكملش معاك الطريق، يقول لك هاد الولد ما يخرجش خير، يقول لك هاد البشرية عم ما غاطريح فيها، يقول لك هاد السكنة ما غاتوش مبارك سعود عليك، يقول لك هاد سيارة غاتركب بحوادث متعددة، دائما وسوسة 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 بالفقر بالبؤس والشقاء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دار لنا الإنسان يكون في معرض لإبليس، هو لما إن الشيطان لمة بني آم، لما هي الهمة، الهمة تقع في القلب من يعني الخير أو الشر والعزم عليه، إن الشيطان لمة بني آم وللك أمة، فأما لما الشيطان فهي عاد بالشر تكذب بالحق، وأما لمة الملك فهي عاد بخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فيعلم أنه من الله ليحمد الله، ومن ودى الأخرى فلتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم كنلقاو عدد الناس اللي كيمشيو لأطباء نفسيين اللي كيتعاملوا مجموعة من الأقراص مهددة أو حبل هلوسة، ربما كيقول لك الطب النفسي بأن الناس عندهم ربما خل في الدورة الدموية، عندهم ربما بعض المواقع في الدماغ ما كتحركش بطريقة المطلوبة، أو نقصان في بعض المواد المعينة في الدماغ. هذا التفسير العلمي وله نسبة من الصواب، ولكن لا ينبغي أن نغل أن هناك وسوسة الشيطان دائما يوسوس لك بالقر، يقول لي شوف غتبقى دماء راه غتكون اقتصاديه وغيمشي لكل شيء غتلا بك الايام، غيقول لك دائما كاين بوس راه غدير رزقك، الاولاد غادي ينكروك، شقه خدمه غادي يخرجوك منها، الدنيا غتراكم عليه، يعود الانسان شداسو وكيدور في حق مفرغه، هذا كله راه غير اعاده ابليس، لانه اقم على انه يشقي بني ادم اللي بعزتها لا هوية لهم اجمعين، هذا كيجي مقبل الهموم ديال الحياه. رب عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. اللي جاء خواطر بأن الحمد لله الأيام زين والحياة طيبة، الحياة كلها هدية من الرحمة والحياة كراء، وغد إن شاء الله غادي يكون أجمل من اليوم والأمس، رغم ما فيه من ألم لكن في أشياء جميلة وذكريات طيبة، تشعر أن الحياة جميلة وبين الحمد لله الخير للأمام. هذا تسمى لما تقول الملك ملك هو اللي يقول لك أفكار طيبة الكل زين، واللي ما تربى غادي يعوضها وما كاينلاش تقلق وما كاينلاش تعصب، ماشي غير رب سبحانه الا خص الفلوس راه ربي يرزق من يشاء بغير حساب، ما تم على الوظيفه ديالك او الخدمه ديالك يقدر ربي عز وجل لا ارى ان يغني في لحظه سبحانه وتعالى. فماذا انا خائف من الفقر وخائف من المرض وخائف من الطر وخائف من الشقاء؟ النوع الثاني اللي كيجيهم ابليس من خلال الوسوسه ديال القر والشقاء، نوع اخر يجي ابليس من المحرمات، يزين المحرمات، شوف شحال المشروبات كل حلال، عندنا شاي على القهوه على انواع عندي مشروب البيضه كثير حلال، وكيقول لك لا سير الخر وشرب الخر، حتى النساء قال لك تزوج ما تناول ثلاثه وربع، لا دير انت الحرام، زوجك جميله نقيه طاهره وكتخليك يقول لك لا شوف البر احسن، وكيبقى الانسان دائما يمشي للمحرمات، هذا بوحدو ابليس اللي خاص محرمات. نوع اخر هو اللي كيدير لك سوء الظن في الناس، يكون الانسان يدخل لابليس سوء الظن، يدخل لك يقول لك يفك في اقرب ناس اليه، راه تولى جات الحمام مشات هيك، ولدو الى مشى شي بلاصه هذا فين نزاد، دائما صحابو كلموا الكلام بعضياتهم ينموا ويغيروا فيا، الى في الخدمه داروا اجتماع حضرتي يتامروا ضدي، دائما عنده سوء الظن، يدخل ابن هاد النيه وكيتنخ وكيبقى يجلل وكيبقى دائما في صراع مع نفسه اولا ثم مع الاخرين، وابليس تفرج هذا نوع ديال سوء الظن. وكاين وسوسه كتكون اثاره الفتن بين الناس خصوصا بين المسلمين، كاين شد غريم تلقاو هاد في الحياه الاجتماعيه ديالنا، وكانوا حتى في المجتمع السياسي ملي كنسمعوا الصراع الحزبي وصراع بعض اعضاء الحكومه وصراع ربما حتى بالدول من الدول اللي فيها كلها مسلمه، كنسمعوا دوله اسلاميه دوله مسلمه وبجندارين يقودوا لا اله الا الله وكيحاربوا البندقيه والانفجارات، كلها هذه فتن وساوس لتن نشر غائم والاحاد بين الناس هي في الارض ديالنا، وخا التحليل الدبلوماسي التحليل الاقتصادي صناع القوى والتحليل المعدي ديال الخبراء في هذا الميدان، لكن في عمق كاين تحليل اللي عنده عقد بوسوسه الشيطان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ايس ان يعبدوا المسلمون في جزيره العرب ولكن في تحريش بينهم، يعني ابن عمرو ما تعب اله ما كان ايام زمن، ولكنه لم يياس في تحريش بين الناس في الخرومات والشحناء والحروب والفتن. طبعا ابليس ماشي وحده هو اللي خدم، ابليس عنده جنود وعنده اولاد عنده احد، والان هما صحب احد مقابله ابليس واحفظوه عندهم اختصاص كل
كل واحد منهم عنده هدف شيري مباشرة. ذوك في الحيط أن كاينين خمسة ديال الأبناء الكبار ديال إبليس اللي عندهم الدرية، وكل اختصاصه بين إبليس والأب، وكاين ثبر، وكاين أهوى، وكاين مسور، وكاين داسم، وكاين زنبور. هادو خمسة ديال أبناء إبليس راه عايشين معنا، وراهم يدخلونا في الأسرة وفي العمل، كيدخلوا في كل في حياتك، أنت ما حش ولا من اللامدين. ذكر في الحديث أن ثبر الإبل الأكبر ديال إبليس هذا كيقول لك هو صاحب مصيبة، يأمر بالثبور، ثبر يأمر بالثبور، ورقي الجيوب ولطم الخدود دعوة الهدي. هذا قصص ديالو يبقى يخليك تراك كذب وامنتي ومشيتها وبقى غير ديما يدير لك فزع، دائما تقول لك كيخلي غضبا. وتمج عندنا في المجتمع تلقاو في ابواب المحاكم، تلقاو في ابواب المستشفيات شي حد دخل المريض ديال ما قدوش قال جيب الرميد لا نجيب، واش هذا ولا واش هذا قانون، وكي يلطم الخدود ولا ما تشحب او قريب ما كيصبرش ليه. اختصاص ديال الثبر الذي يامر الثبور ابن الابر لابليس يبقى يمخ الانسان باش يقول هذا الكلام. وكاين الابن الثاني الابليس اسمه الاعور، هذا هو صاحب الزينه، يامر صاحبه يزين لك الحرام الحلال ما تشوفوش، الحلال قريب منك طاهر وجميل ونظيف وعفيف، كيبان لك كيبان لك فقط الحرام.